التفاصيل الكاملة لجريمة اختطاف وقتل القاضي حمران، الأسباب والدوافع وكيف تم إلقاء القبض على المجرمين، تفاصيل خطيرة لا تصدق أبداً. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري أنه تم بعون الله إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جريمة اختطاف وقتل القاضي محمد الحمران عن 63 عام وتسليمهم للنيابة لمباشرة التحقيق معهم. وأوضح العميد العجري أن رجال الشرطة بوزارة الداخلية وبالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات قاموا بإجراءات البحث والتحري والمتابعة المستمرة فور تلقي البلاغ عند الساعة 4:30 من مساء الأربعاء الماضي حتى تمكنوا من تحديد مكان الخاطفين في منطقة حدة بالأمانة. وأكد أنه عند وصول رجال الشرطة بصحبة النيابة المختصة جنوب الشرق والنيابة الجزائية قاموا بمداهمة وكل الخاطفين ووجدوا جثث القاضي محمد حمران ملقاة على الأرض وعليها آثار طلقات رصاص في الرأس، وتمكن رجال الشرطة خلالها من إلقاء القبض على المتهمين الذين كانوا متواجدين في المنزل. وأشار متحدث الداخلية إلى أن المتهمين قاموا باختطاف القاضي الحمران بعد خروجه من منزله الكائن في حي الأصبح واقتياده إلى أحد المنازل في منطقة حدة، ومن ثم قاموا بقتله أثناء وصول رجال الشرطة ومحاصرة المنزل. وقال العميد العجري أنه من خلال جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين فإن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة في موضوع أراضي ونزاعات خاصة بين المتهمين والقاضي محمد حمران، وأضاف إن الشرطة قامت بتسليم المتهمين الذين تم ضبطهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطنه.